جزر اليمن. يمتلك اليمن 186 جزيرة منثورة على امتداد مياهه الإقليمية، منها 154 جزيرة في البحر الأحمر، و21 جزيرة في خليج عدن، و11 جزيرة في البحر العربي. العديد من تلك الجزر تمثل عنوانا للهيمنة البحرية، كونها تتحكم بمرور قرابة 7% من حجم الطاقة، بواقع 6,200,000 برميل نفط يوميا، وقرابة 30% من تجارة الغاز، ونحو 10% من إجمالي التجارة العالمية. تاريخيا، ماذا عن جزر اليمن؟ أسالت الجزر اليمنية لعاب الدول والأمم والممالك على مر التاريخ، فكان لليونانيين أطماع فيها حتى وصلوا إلى سقطرى، كذلك الفرس وصلوا إلى كمران وبنوا فيها القلعة الشهيرة عام 575 للميلاد، ثم تعاظم النفوذ الإسلامي ليصبح البحر الأحمر بحرا إسلاميا استعانت به الدولة في حروبها وتجارتها إلى مطلع القرن 16. وفي العصر الحديث كان البرتغاليون أول من حاول احتلال جزر اليمن، فغزوها واحتلوا كمران وسقطرى بين عامي 1506 و1513، ثم جاء العثمانيون والمماليك، ومر عليها الهولنديون، الفرنسيون، الإيطاليون، فالبريطانيون، حتى خرجوا من جنوب اليمن عام 1967. كيف تبدو خارطة النفوذ اليوم؟ مع بوادر كل نزاع إقليمي تصبح الجزر اليمنية محط الأنظار. ومؤخرا أعلن الجيش الأمريكي تعزيز قواته في البحر الأحمر من خلال إرسال قطع بحرية هجومية تحمل على متنها قرابة 3,000 جندي. تكثيف الوجود الأمريكي في البحر الأحمر ومحيط الجزر اليمنية يأتي في سياق صراع النفوذ البحري الذي تشترك فيه دول كثيرة، منها إيران وروسيا والصين، بذريعة تأمين سفنها التجارية التي تمر عبر باب المندب، في حين تملك السعودية نفوذا على الجزر في قطاع ميدي، وكذلك إيران التي لها نفوذ غير مباشر على الجزر الواقعة تحت سيطرة الحوثي قبالة الحديدة، كما تسيطر الإمارات على سقطرى وميون الاستراتيجيتين. ما علاقة إسرائيل بجزر اليمن؟ تفتحت أعين إسرائيل على جزر اليمن مع وصول الصراع العربي ذروته في أكتوبر من عام 1973، وهي الحرب التي استخدمت فيها جزر اليمن لتنفيذ خطة خنق إسرائيل بعد إغلاق مضيق باب المندب حينها. وفعلا كان لذلك دور مهم في الانتصار الكبير والوحيد على العدو الإسرائيلي. بعدها سعت إسرائيل لتدويل إدارة جزر اليمن، كما دعمت احتلال إريتريا لأرخبيل حنيش منتصف ديسمبر عام 1995، وأوجدت لنفسها موضع قدم في الجزر والبر الإريتري المحاذي للجزر اليمنية. عقدت إسرائيل اتفاقا مع الإمارات لإنشاء نقاط استخباراتية في سقطرى. ما الذي يوجد في باطن الجزر اليمنية؟ العثمانيون أول من أبدى اهتماما بما تكتنزه جزر اليمن من ثروات. لذلك ومنذ أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20 استعان العثمانيون بشركات استكشافية إنجليزية لدراسة استخراج النفط من تلك الجزر. وبالرغم من قيام الجمهورية اليمنية ظلت تلك الثروات حبيسة البر والبحر، ثم أصبحت مشاعا لشركات الصيد والتهريب، ما تسبب وفق تقارير بأضرار بيئية بالغة، بينما تشير بعض التقارير غير الرسمية إلى أن بعض جزر البحر الأحمر تحولت إلى مكب للنفايات الخطيرة. كيف أثرت الحرب على جزر اليمن؟ ارتخت قبضة الحكومة اليمنية على الجزر اليمنية بسبب الحرب لتصبح شبه مستباحة، أو أصبحت مستباحة بالأحرى. العديد منها خارج سيطرة الحكومة، كجزيرة ميون التي بنى الإماراتيون فيها مطارا وقاعدة عسكرية. أما الحوثيون فيوفرون نفوذا غير مباشر لإيران في كمران والجزر المحيطة بها، كما أن سقطرى أصبحت خارج سيطرة الحكومة اليمنية وتتحكم بها الإمارات بشكل مباشر وغير مباشر عبر وكلائها على
الأرض.